وصل تقريبا الساعة واحد واحد وربع ليلة. نعم، استلمنا الحالة. كان فيه أثر على وجه الدخان وريحة الدخان بتاع الحريق قاعدة في جسده. كان الرست اللي هي مصطلح طبي انها يعني متوفي. فدرنا طبعا الاسعافات الاوليه اللي هنا طبعا نديروا فيه لاي حاله نستقبلوها نفس الحالات هذينا. طبعا نحن تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مش حنختلف فيها اثنين نحن، ولكن نحن نختلف في الطريقه. هذوما لا يمثلوش الشعب الليبي ونطالبوا بمحاكمتهم.